الشاي يا تفيدة. تفيدة مين يا حاج؟ أنا ابنك صلاح. الشاي يا صلاح. صلاح مين يا راجل؟ يوه أنا تفيدة مراتك. الشاي يا جدعان هموت. حد يناولني كوباية شاي؟ يا أندالي يا أولاد الكلب. غصب عنك وغصب عنهم وغصب عن الجميع. هذا الجهاز. ايه ده؟ الجهاز العلاج. ايه ده؟ مين ده؟ اللي حد يناولني الجمود ده يا جدعان؟ حد يغيق المحطة دي؟ عرض الإنجاز والإعجاز الطبي العالمي. طب بسرعة اطلبوه يا تفيدة. أحمد بسرعة يا صلاح. حد يجيب الريموت اللي وقع ده. دكتور أحمد بسرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيه ده؟ مين ده؟ أنت يا جدع أنت إيه ده؟ جاي منين ده؟ ولا رايح فين ده؟ ولا إيه اللي أنت مين يا عم أنت؟ إيه ده؟ أنت بتعمل إيه؟ بتعمل إيه عندك جوه؟ هاري سويد ومنيل حرامي حرامي الحقوني يا تفيدة يا صلاح يا عالم حرامي. ده ايه ده؟ ده جاي تاني حرامي حرامي. بقولك ايه، احترم نفسك لحسن ودين. انزل اعمل لك محضر سب وكسف في الاسم. يا سلام، دي السفالة وقلة الادب دي. ده عايز ينقطني عليا النعمة لولا الساقعة دي لكنت قمت نفختك دلوقتي. يا ويسخ يا حرامي يا ويسخ. انت بتعمل ايه؟ لا انبوبه البوتاجاز، لا سيب الانبوبه يا ويسخ. مات بس بقى، مش عارف اشتغل. الله، ايه ده؟ انتوا ما عندكمش شاي هنا ولا ايه؟ ده ايه البيت المعفن ده؟ وديت الشاي فين يا تفيده؟ الله يخرب بيتك يا وليه بحق جاه النبي. يا صلاح واد يا صلاح، ما حدش بيرد عليا ليه؟ انت قتلتهم ولا عملت فيهم ايه؟ صدق انك راجل ما عندكش دم. حد يصحي مراته وعياله بعد نص الليل في الجو ده مفتري؟ ايه ده يا اخي؟ تقل ايه انت واخد صلاح ورايح على فين؟ انا تفيدة يا حاج، سلامت الشو. يا لهوي تفيدة، سيب الولية. يا صلاح تعال شوف امك اتخطفت. يا صلاح مزعج، انت زبون مزعج يا اخي. هتاخد ايه تاني؟ كفايه. انت هتسكت ولا اخد البطانيه اللي عليك دي كمان؟ لا البطانيه لا. ايوه تمام كده، الكيتم بقى. نكمل بس معاه. اطلبوا لي بس دكتور احمد بسرعه. دكتور احمد دلوقتي اهم شخصيه من اهم الشخصيات. طيب بقول لك ايه يا استاذ، يا بيه عايز ايه؟ يعني لو سمحت، لو ما فيهاش ازعاج لحضرتك، يعني ممكن بس تناولني الريموت ده؟ طيب ها، الريموت ده اللي على الارض ده؟ ايوه هو ده. طيب الهي يرزقك يا رب ويبعد عنك ولاد الحرام. اهو يلا، سلام عليكم. ايه ده الريموت؟ رجع الريموت يا حرامي. يهبل واخد الريموت وسايب التلفزيون نفسه، عبيط ده ولا ايه؟ ايه ده الكلام الفارغ ده؟ ايه نزومته النهارده ده؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ يا اخي هو النور ما بقاش يقطع ليه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ احيه ايه التهريج ده؟